صباح الخير. يا ترى الشيزلون ده فاضي؟ نعم. فارس أنديل صاحب الأوتيل. أهلا. مبروك، كسبتي معانا جائزة ملكة جمال الغردقة. إيه ده؟ محدش قال يعني إن في مسابقة. ما هو مفيش مسابقة، إحنا اخترناكي على ذوقنا. قصدك على ذوقك؟ كنتش عارف إنك هتيجي معايا سكة كده بصراحة. نعم؟ لا أنا قصدي إحنا واضح إن إحنا هنفهم بعض بسرعة يعني. والجايزة إيه بقى؟ بوسة. رحلة. رحلة. رحلة؟ ودي هطلعها مع مين؟ معايا طبعًا. واضحة أوي. معاك أنت؟ أيوه. يا سلام. لازم تمضي حالا. بعدين يا فريدة مش وقته مش شايفة. ما ينفعش، ده شغل وضروري. طالما مهم بقى لازم. طبعًا. يلا بينا. لازم نلحق الرحلة بسرعة. أوكي. ميرسي. مليون ونص عمولة المراس وعمولة الخاتم السوليتير والشبكة، يعني 1,700,000. يا رب يا كريم، فارس يتجوز وسدد ديوني وسدد ديوني يا رب. اتفضل. ايه ده؟ لا مؤاخذة، اتفضل. وايه دي؟ دي استقالتي. تاني يا مولانا؟ أنا زهقت خلاص يا بتر، أنا قربت أنسى المأذونية، أنا ما بقتش فاكر بيقولوا إيه بعد زوجيني نفسك، بلاش جواز، شوفي حتى فرد الطلاق. استقالتك مرفوضة، وإن شاء الله فارس بكرة هيتجوز. أنت بتتكلم بجد يا متر؟ الحمد لله ربنا رزقنا ببنت ما اتجوزتش قبل كده، إزاي؟ أنا مش عارف. أنت تقصد ريم الشناوي؟ أنت عرفت منين؟ ده الناس هنا ما وراهاش سيرة غيرها. معذورين يا أخي. يا عيني يا فارس، ده مبسوط له فيها. طب افرض بقى بعد كل ده ما اتجوزهاش. هتجوزها أنا، وأنت هتكتب الكتاب، تمام؟ واضح إن أنت بتحب المكان ده قوي في الأوتيل. فعلا انا اخترته مخصوص عشان اقعد فيه مع الناس اللي احبهم. طيب ليه بقى كنت عايزه اقعد لوحدنا؟ عشان اعترف لك. تعترف لي بايه؟ انا اسف. انت بتعمل كده ليه؟ في ايه؟ انا كدبت عليك. كدبت في ايه؟ هتسامحيني يا اخي؟ هسامحك بس كدبت عليا في ايه؟ مفيش رحله، انا عملت كده مخصوص عشان استفرد بيك. ياه، كل الفيلم العربي ده عشان تستفرد بيا؟ على فكره الموضوع ابسط من كده بكتير، انت ممكن تستفرد بيا عادي جدا. ايه ده؟ طيب اديك استفردت بيا اهو، قول لي بقى كنت عايزني في ايه؟ تتجوزيني؟ بسرعه دي؟ لا مش بسرعه، احنا هنتخطب دلوقتي وبالليل نتجوز. يا شيخ. أصلاً أنا بصراحة ما بحبش أضيع وقت، الوقت كالسيف، إن لم تقتله قتلك. والله؟ طب من غير بقى لف ودوران وقولي بصراحة، أنت ليه عايز تتجوزني بصراحة؟ عرفت هتعمل إيه؟ عيب عليكي، وأنا تلميذ شاطر. يلا نفس. مش لما نتفق الأول؟ على إيه؟ أنا عايز 3000 جنيه أجيب مفرمة لحمة لماما في عيد الأم هدية. حاضر. الله يرحمها كانت بتحب الحواوشي أوي. ولما أمك ميتة تطلب 3000 جنيه ليه؟ ما تتوهيش الموضوع، انا هاخد 1500 دلوقتي و1500 بعد العملية. انت وهي بتتوشوشوا في ايه؟ ادهم ما تفهمناش غلط. لا ما تفهمكش غلط. 3 ثواني، 3 ثواني عليك بره الاوضة فورا. على فكرة انا فاهم كويس قوي انت عايزة تعملي ايه، ومش هينفع عشان فارس عمره ما هيضيع عروسة زي ريم دي من ساعة ما دخلت الاوتيل وهي موقفة على رجلي. لا ما تبصليش كده. مش انا عمري ما ابص لواحده. انا الحمد لله بحب واحده وعينيها مليانه وعينيها زي القمر وتحفه وبموت فيها، ولا مليون ريم ولا مليون ريم يخلوني ان انا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فدخلت امتى؟ من ساعه عيني مليانه. عيني مليانه؟ ايوه. اتفضل بره. ايه ده، انا اجيب لك ليمون عشان دمك اللي اتحرق. انت مالك؟ انت دمي يتحرق ولا ما يتحرقش؟ انت مامتي. احنا اصحاب. صحاب من امتى؟ صحاب من امتى؟ بص ما انا بقول لك ايه. نعم. سي تري تاسي. ايه تري تاسي؟ انت كداب، ده مش فرنساوي، انت بتهري. نو 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 جي بارلي فرونسي بيان. جارنو دو نو. هو انت هتعملي بوزك بقى ارز بطا؟ خلاص بتتكلم فرنساوي؟ طب سخت ايه؟ ايه؟ انا اسف انا بتكلم غلط. اتفضل اطلع بره. الوازو. لا تعالى تعالى. لا بقى، اصل انت ثقتك في نفسك دي هتشككني انا في نفسي. الوازو ده فيرب ايه؟ امبيزو. اطلع بره، اطلع بره. وانا بقول الاوتيل مديون من شويه، ما هو لازم يبقى مديون ومتنيل على عينه. الوازو امبيزو. يا رب يا رب يا توب عليا من الشغل من هنا
يتوب عليا من حبها يا رب. يا سلام يا مستر غلاب. مستر غلاب، الواحد فخور جدا جدا انه تعرف على شخصية زيك في مصر. الله، ده انا طلعت متسيط عندكم في الصين بقى. لا ابدا، ما حدش يعرفك لا في الصين ولا في مصر، بس هو كلام بيتقال. والله دمك خفيف، على قد ما انت صيني صيني الا انك فيك لمحة كده من الدويقة مخرفش يعني. شكرا شكرا على الخرفشة. مستر غلاب، انا جاي مصر هنا اعمل بيزنس، اعمال كتيرة، اعمال كبيرة. انا عندي بضاعة في الصين ممكن اديها لك برخص التراب، وانت تبيعها هنا برضه برخص التراب. بضاعة؟ بضاعة ايه دي؟ عندنا كحك العيد. يا ولاد اللعيبة، انتوا وصلتوا لكحك العيد؟ امال، عندنا كحكة بثلاثة دولار ممكن انت تبيعها بخمسة دولار، وعندنا كحكة تانية بسبعة دولار ممكن تبيعها بتماشر خمستاشر دولار. طب ايه الفرق من ابو ثلاثة دولار وابو سبعة دولار؟ مستر غلاب، الفرق في السمنة البلدي. كمان فاهمين في السمنة البلدي؟ لا ده انتم معديين بقى، انتم عديتوا جامد. وقريب هنصدرها لكم كمان. لا 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 يا جماعة، كفاية كفاية لبش فقبور الفلكلور بتاعتنا بقى، ارحمونا. بمناسبة الفلكلور، عندنا برضو منتج آخر، الحصان الهلاوة. يا هلاوة، انت ناقص تقولي ان كنتوا شغالين على عاشوره. مستر غلاب، انت تقرا افكاري. العاشوره تحت التجربه. يا سبحان والله العظيم، فكرت فيها قبل ما تقولي. شفت؟ واسمح لي مستر غلاب ان اعرفك على المنتج الجديد بتاعنا، الا وهو البصاره. بصاره؟ بالتكليه. بالتكليه؟ والله العظيم جوعتني، انت ابهرتني. يعني انت عايز تتجوزني عشان خاطر الميراث؟ بصراحه في الاول لكن بعد ما شفت العينين الحلوين دول والجمال ده، قلت يغور الميراث في 60 داهية. لا يغور ليه؟ احنا هنحتاجه جدا بعد الجواز. ايه ده؟ يعني انت موافقة؟ موافقة، بس عندي شروط. الشروط زي ما انت عارفة، لما قلتيش عندك شروط كنت هقول لك شروطي. أولا، مالكش دعوة بأي حاجة عملتها قبل الجواز. حقك طبعا، أمال ايه؟ ثانيا، مالكش دعوة بأي حاجة هعملها بعد الجواز. نعم يا أختي. إيه؟ أنت مش بتثق فيا ولا إيه؟ أصل هو أنا أعرفك حاجة زي إيه؟ يعني مثلاً بكلم مين في التليفون؟ مالكش دعوة. خارجة بالليل ولا لأ؟ مالكش دعوة. هتأخر في الخروجة ولا مش هتأخر؟ مالكش دعوة. هبات في البيت ولا هبات بره البيت؟ مالكش دعوة. يعني طب على الاقل اعرف يعني انت بايته مع مين، بايته فين. ليه؟ هو انت هتتجوزني ولا هتراقبني؟ انت عايزاني ابقى مفكر، يعني افكر دايما فيك يعني، صح يا شقيه؟ بص يا مستر شنكل، انا قررت يعني اخد منك 50,000 علبه من ام 3 دولار. تمام. وهاخد منك 60,000 علبه من ابو 7 دولار. كويس. اما بالنسبه للحصان الهلاوه بقى، 20,000 حد. طب والبصارة؟ لا، البصارة دي هنعمل بيها تبادل تجاري. انت تجيب لي حصان هلاوة، ابعت لك بصارة. يا حلاوة يا حلاوة، طالما وصلت للحلاوة اذا احنا متفقين. طيب دلوقتي انا هديك رقم الحساب بتاعي وانت تحول لي الفلوس بمعرفتك. لا اصبر شوية بس، لما تجيلي فلوس كده وحول لك تمن البضاعة كلها. مش فاهم مستر غلاب، انت كحيان معكش فلوس ولا ايه؟ ايه الكلام ده؟ لا انا بس لسه مستني اجوز فارس يورث يديني عمولتي. ومتى سيتزوج هذا الفارس؟ لا ان شاء الله، انا بحاول اجيب له عروسه، بس هو حكايته مع قرابه حبتين. بس انا مطمن وحاسس كده انها هتطلع في العالي، ومتفائل بوشك الصبوح الحلو ده. والميه هتطلع في العالي الى انهي مسافه؟ اي مين هيورث قد ايه؟ 30 مليون. 30 مليون؟ لا ده مخصوم منها العموله بتاعتي. واخصم منها العموله بتاعتي. قلت ايه يا مستر شنكل؟ من حضر القسمة فليغتسم. تصدق تعجبني، صيني صيني.